أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان، وسعيدة جدا أن أقدم هذه السلسلة التوثيقية للفنان القامة والشاعر والراحل المقيم خليل أفندي فرح، وكثير من التفاصيل التي تخص خليل فرح في كل حياته الفنية والعملية وأيضا حياته الخاصة. وهذه هي سلسلة توثيقية نتعرف على الرجل القامة، الرجل والشاعر الحديقة وكنانة الأغنية السودانية، نتعرف عليه من خلال الملخص القادم، ونعرف أيضا ما قدم خليل للأغنية السودانية خلال المسيرة الفنية. الشاعر خليل أفندي فرح بدري، هذا الرجل هو يعني معروف أنه أتى من شمال السودان من منطقة حلف القديمة، وتحديدا هذا الرجل يعني ولد في قرية دبروسة مركز حلفة، وهي قرى كثيرة يعني حول تلك المنطقة في ذلك الزمان. ولد في العام 1800 بعد أن نجحت ثورة اللواء الأبيض يعني، وقامت بالثورة ويعني واحتج وتظاهر طلبة الكلية الحربية وتظاهر الجمهور وكذا، فانفرط الأمن في ذلك الوقت وكذا، ويعني كان خليل فرح هو عنده دور كبير جدا جدا في هذا العمل. الشيء الآخر والمهم جدا جدا أنه خليل فرح رغم هذا التميز أيضا طاف كثير من مدن السودان، وسافر كثير من المدن، وفي كل مدينة يسافر كتب قصائد وكتب كلمات حتى في مناسبات خاصة ومناسبات عامة.
وهذا ندى أم ندى الأزهار. الصباح كل أمورك يا حخيلي يا خفيف الروح عسى اشوف في بنات قومي سبقوك على قومي بنت رجال ولدوا للكبيلة هدوك انت عزوة بطال. الصباح بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين. نواصل بإذن تعالى اليوم منقطع من حديث عن الراحل الشاعر خليل فرح أفندي. وكنا قد توقفنا عن يعني الذين كتبوا عن خليل فرح يعني بعد فترات طويلة من وفاته، وبعد أن أقيمت له كثير يعني من يعني حفلات التأبين في نادي الخريجين الخرطوم ونادي الخريجين في أمدرمان، ويعني حضروا كثير من المثقفين وتحدثوا عن خليل فرح. لكن نحن في بحثنا دي بنتحدث أو بنبحث عن التوثيق، كلهم يعني يقدم المعلومة التي لديه لتوثق في القنوات وفي الإذاعة وفي الكتب وكذا اللي يترك للأجيال. والدليل على ذلك أنه خليل فرح هذا الشعر الرصين ظل هذا الشعر منذ العام منذ ولادته أو منذ ما بدأ يكتب الشعر، نعتقد نقول مثلا من سنة 1925 مثلا أو 1920 مثلا، حتى الآن ظل هذا الشعر وهذه الكلمات تغنى وتردد وفيها الرصانة وفيها أبعاد كثيرة جدا وفيها يعني التزام بالوطن والتزام بقضايا كثيرة جدا. خليل فرح كان من الناس المطالبين بالوحدة مع مصر، يعني يعني نحن ونحن الشرف البازق، هذه أيضا هي من كلمات بيبحث عن الوحدة مع مصر كده. لكن نرجع للذين كتبوا عنه ووثقوا له، دكتور عبد الله الإبراهيم رجل كتب عن خليل فرح، حاجة كاشف أيضا كتبت عن خليل فرح، وأيضا حسن نجيلة في كتابه المعروف ملامح المجتمع السوداني أيضا كتب عن خليل فرح وذكر كثير من التفاصيل لأنهم عاشوا يعني في فترات يمكن أغرب إلى بعض ذلك التاريخ. دكتور عبد الهادي بروفيسور عبد الهادي الصديق أيضا كتب عنه كثيرا عن خليل فرح، ودكتور عبد الحليم محمد أيضا يعني كتب كتابات عن خليل فرح. ويعني كان زي ما ذكرت في يعني في الحلقة الماضية أنهم كانوا متلازمين، يعني في كثير من يعني في الجمعيات الأدبية كانوا يلتقوا، وبالذات في جمعية أبروف وجمعية الهاشماب في جمعيات كثيرة جدا نشأت في ذلك الوقت جمعيات أدبية، وكانت يعني جمعيات الأدبية هي تحت ستارة أنها هي مناهضة للاستعمار، لكن الواجهات واجهة أدبية وواجهة فنية وخلافه، فلذلك نشأت كثير من الجمعيات في ذلك الوقت. وكان خليل فرح هو
يعني على يعني يعني واسطة العقد في تلك الجلسات وفي تلك الجمعيات الأدبية. فخليل فرح يعني احنا لم نراه طبعا، لكن يعني قرانا وسمعنا وتغسلنا. انا من الشخصيات الثلاثه الذين قابلتهم وتحدثوا لي عن خليل فرح، اللي هم كما ذكرت الدكتور عبد الحليم محمد والاستاذ حسن السلام. حسن السلام طبعا كان رجل عضو في اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي، وكان صديق لعبد الخالق وصديق للشفيع وصديق لكل القيادات الموجوده، ومرغن الكوبيل اللي هو كان مدير شركه السجل في ذلك الوقت، او يعني انتقعد في وقت من الاوقات وكذا. فهؤلاء يتحدثوا عن خليل فرح لانهم لازموا. طيب خليل فرح دوره الاساسي يعني في الحماس الجماهير، كان خليل فرح يعني حس عالي في انه يكتب القصيده بمنتهى السهوله، وفي اي وقت هو يكتب قصيده بسهوله وبكلمات رصينه جدا وكلمات سهله بالنسبه للمتلقي، لانه نعلم تماما انه في ذلك الاميه عاليه جدا في السودان في ذلك الوقت، وانتشار الكلمه ذاته او نشرها او نشر الاغنيه عندما تلحن يعني ما في الوسائل او الوسائط كما موجوده الان يعني. فكان الناس يعني هم ذات عندهم ملكه بتاعت حفظ، انه كل ما سمع القصيده ينقلها للشخص الاخر بالروايه المباشره يعني. فخليل فرح يعني رحمه الله عليه انه ترك ارث ضخم جدا جدا، ارث ضخم جدا. وهو ليه كان على كلام؟ لانه كان من طبقه المثقفين. يمكن كثير من الشعراء الموجودين الاخر هم ما كان هم يعني بالدرجه خليل فرح في الثقافه وفي المعرفه وبصداقته وعلاقته مع المثقفين الموجودين او العلماء الموجودين في ذلك الوقت من السودانيين الذين درسوا في كليه غردون. فهو كان رجل يعني رغم انه موظف وعاش حياة بسيطة جدا جدا، لم يعيش حياة بتاع التفاخر وحياة فيها يعني أي نوع من المغالاة، لكن رغم ذلك كان هو صعب الميراث. وصعب الميراث كان في داخل أسرته يعني ما في زول يقدر يتحدث مع خليل فرح. والقصة دي ما كانت بالنسبة لخليل فرح هو، لكن كان رجال ذلك الزمان كلهم في هذا المستوى، أنه هم يعني رب الأسرة هو كإله كالإله داخل البيت. ولذلك كان يعني ما لا يسألوا أنه على أين ذاهبون ومتى ستعودون والتفاصيل الموجودة في عالمنا الحاضر، لكن كان عندهم حرية الحركة، حرية التنقل، حرية يعني الكتاب يعني في داخل المجتمعات الصغيرة. لكن خليل فرح تميز بأنه كان مرتب ترتيب عالي جدا جدا، يعني حركته اليومية أو برنامج الأسبوعي كان ينفذه يعني بالدقة أو بدقة متناهية يعني. يعني كان في الضبط ضبط وربط كامل، يعني هو ملكي يعني ما عساكر، لكن كانوا منضبطين جدا في المواعيد وفي في في لقاءاتهم كده. ف يعني خليل فرح الحديث عنه يطول وحديث يعني طويل. أنا قابلته في العام 1978 مع ابنه فرح خليل فرح. وفرح خليل فرح كان هو من كبار موظفي وزارة الصحة، وكان مسؤولا من المخازن الأدوية أو المخازن المهمات الموجودة في مستشفى أم درمان التعليم الموجودة. وهذا المستشفى كان مدير الطبي في ذلك الوقت الدكتور خليل إبراهيم، الذي يعني أصبح زعيما فيما بعد لحركة العدل والمساواة، كان هو المدير الطبي في ذلك المستشفى. فكنت أقابل خليل فرح باستمرار، لأنه كان عندي أخو زوجتي هناك وأمشي أخذه معي. فكنت بلاقي معه الفنانين وأخو جلال عثمان، وبلاقي معه الشاعر العظيم أيضا محمد بشير عتيق. وهو حاول يكتب فرح حاول يكتب بعض القصائد، ولكن كان ينصحوه الزملاء بانه يا اخي الشعر ده لا يورث، هي موهبه، هي ملكه، هي اشياء كثيره جدا. فكان يعني يقول لهم والله الشعر ده ممكن في يوم من الايام يغنى ويكون شعر عظيم وشعر كبير كده. فعلى اي حال فكنت يعني بسال، قلت له يا فرح يا اخي تقعد توثق يعني تكشف لنا حاجات ابو شكلها كده. قال لي يا اخي والله الحاجات دي نحن تفرتقنا يا اخي، ناس في حلفه وناس في خرطوم وناس ماتت وكذا،
ف يعني وهو في الفرح طبعا في الاخر كان بيسكن في الثوره الحاره الاولى ام درمان، وتوفى ان شاء الله يعني ربنا يرحمه قبل 6 7 سنوات كذا. فكنت اقول لي اخي كلمني عن ابوك شويه، احكي لنا عنه، شوف الكتابات الموجوده كذا. يقول لي والله يا اخي في شنط كراتين كذا فيها ورق كثير يا اخي، ماذا لا وقت يفتشوه. فانا مفتكر من اجل التوثيق حق الناس يبحثوا عن هذه الكراتين وهذه الشنط الموجوده يمكن يطلع منها شيء. الدكتور حليم بيقول انه خليل فرح كتب قصائد باللغه الانجليزيه اجمل مما كتبت باللغه العربيه، وكان يتحدث اللغه الانجليزيه افضل مما يتحدث اللغه العربيه. فانا افتكر ده كله يعني مهم جدا الناس يبحثوا عنه ويعني يوثقوا له ويكتبوه، يعني في ناس متخصصين في هذا المجال وفي دور كبيره جدا موجوده. وانا افتكر جامعه الخرطوم فيها دور النشر دي كبير، دور كبير جدا، وكان في وقت من الاوقات كان رئيس او مديره المرحوم البروفيسور علمك كان مدير هذه الدار او دور النشر، وكانت دار النشر ذاتها ايضا هي يعني المعول الرئيسي بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم في وقت جدا في الكتب وفي الاصدارات وكذا، وكانت تصدر مجله الصبيان الشهيره المعروفه. وانا افتكر حق الناس يعودوا لهذه المساله عشان يشوفوا التفاصيل دي. وان شاء الله يعني نلتقي في الحلقه القادمه لنتحدث المزيد عن خليل فرح أفندي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيون لا
دمعة يبرق صقل. Yeah.